كلية التربية ده حسب قانون تنظيم الجامعات ان هي بتعد دورة اسمها دورة اعداد المعلم الجامعي لخريجي للمعيدين ومدرسين مساعدين اللي هم من خريجي كليات غير التربوي. انت عارف التدريس الجامعي ليه فنيات وليه اليات يعني، فالخريج بتبقى كلية الطب مثلا او كلية الزراعة، اي كلية غير تربوية، العلوم، التجارة، الزراعة، ايا كانت، بيبقى هو معد اكاديميا بشكل كويس وتعين معيد. لكن طالما هيدخل معد بشكل انه ممكن يكون باحث في مجال التخصص بتاعه او اكاديمي، لكن عشان هو تعين معيد بمجرد ما بيلتحق بالوظيفة معيد لازم ياخد دورة عدد المعلم عشان يعرف الفنيات بتاعة التدريس الجامعي، ازاي يتعامل مع الطلاب، ازاي يقدم الكتاب جامعي، ازاي يدرس، ازاي يوجه اسئلة لطلابه، ازاي يقسم طلابه في مجموعات، ازاي يكلفهم بانشطة، ازاي يتعامل مع بعض السلوكيات الطلاب، وخاصة في المرحلة تعرف ان طالب الجامعي بيمر في الفترة دي بيسموها فترة المراهقة، ازاي يتعامل مع بعض السلوكيات، ازاي يحفزهم ويشجعهم، والحاجات دي كلها محتاجة بديها كلها جوانب تربوية. كلية التربية انت عارف ان فيها اقسام كلها يعني معدة او بتعد المعلم ان يكون معلم في التدريس لما قبل الجامعي، لكن من دور كلية التربية برضو ان تعد المعيدين اللي في دورة عد المعلم الجامعي ازاي يدرسوا في التدريس الجامعي. وانت شايف ما شاء الله الدورة النهاردة 35 كلية التربية لها تاريخ في اعداد دورة عداد المعلم داخل جامعة جنوب الوادي، وما قبلها كانت لما كانت جامعة اسيوط سابقا. فكلية التربية دي معدة، وانت عارف ان ما شاء الله فيها اساتذة، كلية التربية كلية قديمة من سنة 70، فيها اساتذة كبار وليهم اسمهم وكذا، فجيل ورا جيل انت عارف يعني ما شاء الله بقت في خبرة. فدي بنقولها للزملاء اللي هم من شباب اعضاء تدريس المعيدين ومدرسين المساعدين من خلال دورة عدد المعلم الجامعي. يعني دكتور حسين، ليه دورة إعداد المعلم الجامعي مقتصرة على أعضاء هيئة التدريس ومش بيضم معاهم الطلبة؟ الطلاب احنا بنقول كلية التربية بتعد الطالب للتعليم ما قبل الجامعي، لكن لو انا طالب مثلا كلية الطب وهو هيبقى طبيب هيحتاج دورة عدد المعلم الجامعي في ايه؟ الا اذا تعين معيد. تعين معيد لا خلاص، او كذلك الحال لو خريج كليه الزراعه، لو هو هيشتغل مهندس زراعي في مجال ما ماله مال دوره عدد المعلم مش محتاجه، لكن طالما اشتغل معيد خلاص بيبقى محتاج عشان ازاي يتعامل مع الطالب لان هنا بيدرس. فهنا الطلاب ما بتكونش ليهم دوره، الطلاب الغير تربويين مش محتاجين، لكن طلاب التربيه بيدرسوه. انت عارف ان احنا كمان يعني في خريجين كليه الاداب مثلا، كلية الآداب إذا حب يشتغل في مهنة التدريس بيجي يلتحق بما يسمى دورة سوري دبلومة عام في التربية، بياخد دبلومة عام لمدة عام كامل بيتعلم فيه فنون التربية بحيث إنه هو كمان يبقى مؤهل إنه ممكن يلتحق بعدين بمهنة التدريس ويشتغل معلم. يعني رسالة حضرتك لأعضاء هيئة التدريس لتطبيق ما تعلموه في دورة إعداد المعلم مع الطلاب؟ زي ما شفتوا وتابعتوا معانا انتوا، واحنا بنقول لهم يا جماعه دي البدايه، احنا علمناكم في بعض فنيات التربيه ازاي تدرس بيها خلال العمل كاستاذ جامعي، لكن عليه هو ان ياخد الحاجات دي ويبدا يحطها موضوع التنفيذ، ولما يحطها موضوع التنفيذ هيبدا يكتسب خبره، والخبره دي هتتنامى مع الزمن معاه ويزداد خبره. مش بس كده، محتاج كمان انه كل ما فرصه تتاح ليه ان يلتحق بدوره من دورات الجوانب التربويه في التدريس او في التقييم او استخدام التكنولوجي في التعليم واي حاجه ليها علاقه او الاداره التعليميه حتى، عليه ان يلتحق بيها ويستفيد ويطور نفسه مع الزمن. يعني ما فيش حتى الدوره نفسها، احنا طول الوقت بناخد دورات، يعني ما بندرس وندرب ونتدرب، يعني حياه مستمره. فهو استاذ الجامعه طول الوقت تلقاه بيبحث وبيدرس وبيتدرب، يتدرب يعني يحضر دورات تدريبيه كمتدرب. فهم بنقول لهم انتوا يعني انت عينت معيد، انت الان مطلوب منك انك هتدرس وهتتعلم وتبحث، وكذلك الحال حضور دورات مع الزمن لتطوير ادائك في مجال التدريس الجامعي. يعني دكتور حسين، هل في نية في تطوير المناهج المدرسة لأعضاء التدريس في دورة إعداد المعلم؟ طبعا انت حاليا تطوير نظام الثانويه العامه والكلام كتير حواليه، وده توجه كبير وجديد الدوله حطاه موضوع الاهتمام في الفتره اللي جايه. طالما انه التطوير هيبقى في المرحله الثانويه، يبقى الجامعه لابد ان تضع في حسبانها من الان ان تطور مناهج، لان الطالب الثانويه العامه هيبقى جاي من مناهج مطوره، لازم لما يلتحق بالجامعه يجد كمان ايضا مناهج مطوره وفق الاساليب الحديثه في التدريس وفي التعليم وفي التقييم. فده من ضمن برضه الجامعه بشكل عام وكليه التربيه سيكون لها، لابد ان يكون لها دور في هذا السياق بحيث ان تبدا تؤدي دورها في تقديم الاستشارات والخبرات في تطوير التدريس الجامعي للجامعه بشكل عام وهي لنفسها بشكل خاص. يعني لابد ان هي كليه التربيه برضو تبدا بنفسها في عمليه التطوير ان شاء الله. دكتور حسين، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، شكرا.